أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذه العبارة أو هذه المقولة صحيحة؟ نحن نركز في هذا العصر على توحيد الربوبية ونجعله هو الأصل، لأن بعض الناس عندهم توحيد العبادة لكنهم يخلطونه ببعض الشوائب مثل زيارة القبور والحلف بالأولياء، فتوحيد الألوهية لا يفقه إلا بتوحيد الربوبية، فما توجيه فضيلتكم؟ توحيد الربوبية هذا عند المشركين ما جحده أحد، ولو كان التركيز عليه يكفي لاكتفى به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يدعو إلى توحيد الربوبية لأنه حاصل وموجود، وإنما دعا إلى توحيد الألوهية، والأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الألوهية. كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما قال أقروا بأن الله هو الخالق الرازق، لأن هذا موجود من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا لا يكفي للدخول في الإسلام. فمن أقر بتوحيد الربوبية واقتصر عليه لا يدخل في الإسلام ولا يدخل الجنة حتى يضيف إليه توحيد الألوهية. ولهذا قالوا إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فلا بد من الأمرين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هذا حاصل عند جميع الأمم، أما توحيد الألوهية فهذا نادر عند الناس، لم يتمسك به إلا القليل من الأمم، والخلاف فيه كثير ولا يزال حتى في هذه الأمة. الخلاف في توحيد الألوهية الآن في عبادة القبور وعبادة الأضرحة وتعظيم الأولياء والصالحين إلى حد أن يعتقد أنهم يتصرفون في الكون ويشاركون الله عز وجل، ويقال هذه صفات كرامات وما أشبه ذلك من الخرافات. فالحاصل أنه لا بد من التركيز على توحيد الألوهية لأن الخلاف فيه قديما وحديثا، أما توحيد الربوبية فلم يحصل فيه خلاف لا قديما ولا حديثا، كل يقر به إلا من جحد وعاند مثل فرعون مثل الدهرية، فهؤلاء لا عبرة بهم لأنهم شذال في العالم. نعم. ثم هم مقرون به في الباطن، من أنكر توحيد الربوبية في الظاهر فهو مقر به في الباطن، لأنه يعرف أن هذا الكون لا بد له من مدبر ولا بد له من خالق ولا بد أن يتولاه رب يدبره، فهذا بإجماع العقلاء: أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا برهان واضح على أنه هذا الكون له خالق وهو الله سبحانه وتعالى، لا ينكر هذا أحد